انا اسفه انا ما كنتش اقصد. انت كنت هتوقعيني على وشي على فكره. بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. شكله مش طبيعي. ده بجد عندك حق، حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح؟ تصدقي صحيح؟ انا كنت ناسيه الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس؟ ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص، اصلا هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم؟ انتوا حشرين كده ليه؟ الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل، والبنت جنب بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله، وهو قلقان. ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قللت الادب تنحي. ممكن يعمل بيان رقم واحد. والله العظيم انتوا بتتهموني باطل. بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوني. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه. مش عايش جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك. انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه. وكله كان بموافقتك يا عم انت وطنط. طالعين بيها السما قوي. وليكوا حق. انت فيكي كل حاجة حلوة، دكتورة وغنية وجميلة. أهلك علموكي كل حاجة، بس نسيوا يعلموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وأنا وحياة الكنيسة اللي أنا واقف فيها دي حبيتك. بس أنا قررت أحب أمي أكتر، لأن يوم ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا، ربنا يديك حد تاني أحسن، أحبك أكتر من كرامته.
قيامتها يا رب تنساني كل النسيان. إلى متى تحجب وجهك عني؟ رب حق القدوس لا تنزعهم مني. امنحني مجد وحسن.